وانا يعني فعلا في امس الحاجه الى ان استمع الى صوت واعي، لان احنا عندنا مشكله كبيره جدا في مصر. حتى الرئيس اكتر من مره بيتكلم على انه قضيتنا قضيه وعي وابتعاث الوعي واستدعاء الوعي وتبصره الناس بما جرى. الاول، هل نجحنا حتى هذه اللحظه فيما نحونا اليه من الحرب او محاصره او كشف او فتح الارهاب، على الاقل فتحه؟ من حيث ان احنا نجحنا، بالتاكيد نجحنا، وبدا النجاح من لحظه 30 يونيو واكتمل ب 3/7. الذي حدث بعد ذلك احنا كنا متوقعين، لان احنا ثوره 30 يونيو هي بالاساس قامت دفاعا عن وطنيه الدوله وعن مدنيه الدوله ضد تيار معادي للمدنية ومعادي للوطنية، وقمنا دفاعا عن الدولة المصرية ضد تيار يؤمن باللا دولة، يؤمن بالولايات الصغيرة والكيانات الطائفية، عن تصور ان ده اللي هيعمل في النهاية دولة الخلافة العظمى. وبالتالي ان احنا موجودين وان حضرتك بتقول هذا الكلام وانه البرنامج موجود، برنامج زي ده، وانه الدولة واقفة على رجليها، اظن ده نجاح. لكن توابع النجاح ده اللي احنا بنواجهه.